برحب بحضراتكم في تغطية إخبارية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، بنستعرض من خلالها حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية في مصر خلال الساعات القادمة. هيئة الأرصاد الجوية أطلقت مجموعة من التحذيرات عن طقس الغد، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وأيضا وسط سيناء، مع وجود اضطراب في الملاحه البحريه. ولمزيد من التفاصيل تنضم الينا هاتفيا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. برحب بحضرتك معانا يا دكتوره على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيكي يا استاذه ساره، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. هنبتدي كالعاده مع حضرتك باهم الظواهر الجويه اللي هنشوفها خلال ساعات الليل النهارده. احنا طبعا يمكن بنشهد خلال هذا اليوم استقرار في الاحوال الجويه وتحسن في الاحوال الجويه، لكن بيبقى معانا انخفاض درجات الحراره الملحوظ، خاصه مع غياب اشعه الشمس ودخول فترات الليل بنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره، بيكون محسوس اكثر في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، لان الصغرى على القاهره الكبرى بتوصل ل 10 درجه مئويه خلال فتره الليل، محافظات شمال الصعيد بتوصل لخمس وست درجات، وسط سيناء لأقل من 5 درجات، فإحنا بنحس بالأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل. متوقع كمان إن الصقيع يتكون على المزروعات اللي موجودة في وسط سيناء وبعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، كمان السلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين نتيجة انخفاض درجات الحرارة الشديد خلال فترات الليل. وكمان طبعا إحنا في فرص لسقوط الأمطار اليوم، يمكن هي موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فمتوقع استمرار فرص الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري. طيب دكتور، بالنسبة لطقس بكرة اليوم الحد، هل في تحذيرات بخصوصه؟ بالفعل يمكن احنا يعني متوقع ان شاء الله من خلال الهيئه العامه للارصاد الجويه نبدا نتعرض لبعض التقلبات الجويه، وده بسبب وجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط هيبدا تاثيره اكثر على المناطق الغربيه، يعني الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه، فمتوقع غدا يكون في نشاط للرياح على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد، مرورا طبعا بالسواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، مدن القناة، المناطق دي كلها فيها نشاط للرياح سرعاته ما بين ال 35 لل 50 كيلو متر على الساعة. نشاط الرياح ده هيخلينا نحس ببرودة الطقس في سواحلنا الشمالية، كمان هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة خاصة في المناطق المكشوفة، المناطق اللي فيها ظهير صحراوي كبير، المدن الجديدة الموجودة طبعا في القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وسواحلنا الشمالية الشرقية، فغدا هيكون في أتربة ورمال مثارة. كمان نشاط الرياح ده هيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط، متوقع غدا خلال فترة المساء ارتفاع الأمواج يوصل على البحر المتوسط ل 4 متر، فالبحر المتوسط من جهة الغربية هيصبح مضطرب وغير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية. كمان فرص الأمطار هتزيد، يمكن احنا بنتكلم ان اليوم الأمطار خفيفة المتوسطة، غدا الأمطار هتكون متوسطة على محافظات الوجه شمال الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية، يعني مطروح والاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، مع يوم الاثنين هيستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، لكن هيكون مثير للرمال والأتربة في المناطق الموجودة في شمال الصعيد، في المناطق الشمالية هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، فنشاط الرياح إن شاء الله متوقع إن هو يكمل معانا على الأقل لحد يوم الأربع القادم، سرعات الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، هيكون مثير للرمال والأتربة يوم الحد والاثنين، هيؤدي طبعا لاضطراب ملاحة بحرية وهيكمل معانا الاضطراب لمدة 72 ساعة قادمة، ارتفاع الأمواج كمان مع يوم الاثنين والثلاث هيوصل لخمسة متر على البحر المتوسط، بالإضافة كمان إن فرص الأمطار هتستمر معانا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع يوم الاثنين هتتقدم للسواحل الشمالية الشرقية، وكمان هتشمل بعض المناطق الموجودة في جنوب الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، يعني هتتقدم للمناطق الداخلية لكن طبعا بكميات أقل، يعني السواحل الشمالية متوسط، المناطق الداخلية خفيف ليه متوسط، وطبعا كمان انخفاض درجات الحرارة نبدأ من يوم الاثنين نشهد انخفاض في درجات الحرارة بحوالي درجتين عن القيم اللي بنسجلها خلال هذه الأيام. ايه أقل درجة حرارة ممكن نوصل لها يا دكتور؟
احنا بنتكلم في درجات حراره على القاهره الكبرى ما بين 17 و16 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال فترات الليل بتكون 9 درجات. لكن في نشاط الرياح، وبنأكد ان نشاط الرياح هيخلينا نحس اكتر ببروده الطقس، فنشاط الرياح هيخلينا نحس ال 17 او 16 لو تكون 14 و15 درجه مئويه، فده هيزود احساسنا ببروده الطقس. كمان المناطق اللي موجوده في شمال الصعيد الصغرى خلال فتره الليل بتوصل ل5 درجات، فدرجه الحراره منخفضه. مرتفعات شمس كاسين وسط سيناء بتوصل طبعا لدرجات حرارة تحت الصفر، فإحنا الفترة دي هنسجل درجات حرارة يمكن تعتبر أقل درجات حرارة هنسجلها إلى الآن في فصل الشتاء. طب عايزة أخيرا يا دكتور نصايح حضرتك طبعا وأهم التحذيرات من هيئة الأرصاد بخصوص الفترة دي تحديدا. طبعا احنا داخلين على فتره تقلبات جويه يمكن تبدا معانا غدا وتستمر معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله، فمهم جدا لازم نتابع المسارات الجويه بصوره يوميه، دايما نعرف الحاله الجويه عشان لو حصل تحديث في تنبؤات يبقى دايما عارفينه، وقبل ما نخرج من البيت نشوف الحاله الجويه عشان ما نفاجئش باي ظروف جويه مختلفه. النصيحه الثانيه، مرضى الحساسيه الصدريه وال الجيوب الانفيه ومرضى اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي مهم جدا لو احنا هنخرج بكره لازم نرتدي الكمامات، بالاضافه كمان يعني نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله لان احنا هنحس بالبروده خلال الايام القادمه. كمان في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار مهم جدا ان احنا نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه، المباني المتهالكه، الاشجار، خاصة كمان ان احنا بنتكلم ان في نشاط رياح، فمهم جدا نبتعد عن اي شيء ممكن يعني قابل ان هو يقع على بعض يقع على الارض يعني، فمهم جدا لازم نبتعد عن الاشياء دي، وان شاء الله السلامة للجميع في كلا الاحوال. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، نورتينا وشرفتينا. شكرا. شكرا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، ومستمرون في تغطية إخبارية على مدار الساعة على شاشة التلفزيون اليوم السابع، وفي أمان الله.